الكواليس انه ماتش هذاك مش بيشوفها بالسكور هذاك. ممسوسه وجرجيس ماهوش بيشوفها بالسكور هذيك. ولو كان ما صارتش هكا رانا ما احناش في تونس. لو كان ما صارتش هكا رانا ما احناش في تونس. اش تقصد؟ لا هنا وضح. لا شنو نوضحت يا اخي؟ احنا شفنا ماتشوات وفيه 7-7 وشفنا ماتشوات وفيه 6-3 وشفنا ماتشوات وفيه 5-2 دونك دي ريزولتا ما كانوش متوقعين وشفناهم. انت شفتي هنا بدينا معناتها تحكي على ممكن ثم تلاعب بالميثاق الرياضي، هذا اللي تقصده معناها. شوف انا كي قلت لك راهو ماتش بيجا كيوفا ونجم ومتلوي ماتش نول 0-0 قلت لك راهو ما كان ما صارش عكس اللي صار في 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 ماتش في ملعب جرجيس رانا ما احناش في تونس. وانت فسر كيف ما تحب واول كيف ما تحب. اوكي مين باش يفسر لنا؟ مال لاباس مال لاباس هذا عباره خرجني راس مع كورتوا راس مع كورتوا ما تصعب بالشده ما تصعب لازم تمركا خرجني راس مع كورتوا. شوف مالوريزمون لي سيناريو اللي يصيروا في تونس يفتحوا باب التاويلات بيان سور 13 مينوت ولا 12 مينوت دو بيردي تون 12 ولا 12.5 قلت لك كي ندخلوا في 12 ونص معناتها نحكي على 13. شوف المعلق نتاعنا اش قال؟ قال في مقابله سامحني يمين في مقابله المتلوي ومقابله بيجا التحكيم حسب ما فهمت اثر درجه كبيره على ريزولتا فينال. يبدو فما غضب كبير من التحكيم. غضب ولا غضب كبير ودي جايك علاش التجنج اللي قاعد صاير تو في المتلوي ازوز اسباب التحكيم. و 13 مينوت بير دو تون 13 مينوت بير دو تون معناتها شوف السينا شوف انت كيما قلت انت ما قلت القدور قلت له انا نقول لك وانت حلل فسر كيما تحب. فهمتوا انه ما عندنا حتى سورس ولا فريق من الاربعه اللي لعبوا اليوم نقل على الباجا. لا هما راهو شوف فهمك حاجه نجموا يكونوا تسجلوا المباريات اما ما تعداوش اما ترونسميون ديريكت السيناريوهات هذوما كي يصيروا كان عندنا احنا يفتحوا باب التاويلات. اول حاجه 13 مينوت دو بيردي تون ما شفناها في حتى مباراه موسم كامل. شفنا في كامل صارت كي اليوم 13 دقيقة وقت احنا زوج طايق ثلاث دقائق يعطيهم بالعرق وقت اللي هو معناتها نحكيو على محرز المالكي عامل دو كرون ماتش في الشامبيونا عامل الديربي وعامل ماتش مسير وترجي على اعلى مستوى 13 مينوت بير دو تون والبوند يتمركى في 11 مينوت بير دو تون 11 فيرجوز وقتاش؟ وقت بعد ما كمل ما وفى الماتش بعد دقيقة من نهاية مباراة متلو وفى الماتش مع الماتش الاخر معناتها السيناريو بكله يحل باب التأويلات. نرجع ونقول الجمعيات عملته بيديهم كانت عندهم فرصة باش يلعبوا في ظروف مخيب ماشي في بالهم احنا في 2022 مازلت كيف نلعب في بلادي انا لا لا ما حسبوهاش هكا كمين سوي يصير ما حسبوهاش هكا انا نقول لك اللي حسبوها انهم على ارضية ملاعبهم باش يربحوا ايش قلت لك انا هيك ايش نحكي انا قلت لك مازال في 2022 يحسبوا ان نلعب في بلادي نربح معناتها كلك سؤال باي طريقة باي طريقة فوالا يا ودي راهو فيه هذاك يا ودي في 2022 اضمن انه الكادر نتاع الماتش باهي الكادر معناتها تيران باهي والتحكيم وفار اضمن هذوما الساعه ومن بعد جيب روحك بالكوره انت تحب تلعب على ريتور يا خويا هاك اشرب من الكاس هاك اشرب من الكاس على ريتور اليوم نجم تقول كوروا بيك ما كوروش بيك هذاك من بعد ما نعرفوش اما اليوم تحل باب التاويلات احنا وبالفار قدور وقينا برشا مشاكل وقينا برشا معناتها برشا تشكيل من غير فار ومن غير نقد ومن غير نقد تلفزي انا والله كان جيت في بلاصه الجامعه هي الجامعه ممكن الخطا نتاعها الوحيد تعرف شنو انها خيرتهم انها خيرت الفرق خويا انا نختار الحل اللي انقص مشكل ليا انا واسق واضمن انه الماتش يتعدى في كادر باهي وانقص مشكل للامن وانقص تونسيون للناس الكل وانقص كل شيء لعبهم في تيران باهي نلعبهم في تيران باهي على وبالفعل. المستوى المادي على شوف يدخلوا لهم لا لا يتكلف لهم اقل باش تعاود تلعب 6 ماتشوات باش تلعب 3 ماتشوات ثلاثة ماتشوات اقل تنقلات حتى كان حسبوها معناتها نمشي معاك ابعد منك حتى كان حسبوها جمعيات تاع البلاي اوت الجمهور تيراناتهم باش يهزوا برا باش يهزوا تيرانات تدخلوا في 500 و1000 في 2000 اكثر ملعب تضربهم في 10000 تيكي تي 20 مليون انتم يخلصون بريمات كان بريم مليون 28 جور ياخذوا مليون تضرب 20 مليون بريمات ما انت شنو دخلت معناتها في الاخر الامن ماهوش خالص وتزيد من توا ما هاني قلت لك امين اكثر تخمام المسؤولين في ماهوش تخمام رياضي ولا هذايا لانهم راهو على ارضيه ميدان راهو مش معناتها نرجع في الاخر ماهوش تخمام رياضي تفشل في الاخر تفكيرك ماهوش رياضي تفشل
واضح معناتها هنا وكان الزوز متفقين انه ثم امور مسترابه ممكن بعد زوز مباريات السيناريو يفتح باب التاويلات ولا ولا معناتها شنو معناتها انت راقد 90 دقيقه فوق لا واللي زيد دعم انه تقريبا قبل ما نهايه المباريات حكينا اللي نحكيو فيه تو تقريبا تحكي قبل ما يصير السيناريو هذا احنا الاربيتر كيزفر كيزفر مباراه فما اجماع هنا على انه مباراه اخرى مش تشوفها بالنسبه هذيك معناتها في المقابله هذه بالذات ماشي تزيد 12 دقيقه ولا 13 دقيقه وتكون خاسر وباش ترجع في السكور سي نورمال ان المواطن العادي كي تحكي له الحكايه هذيا تو يمشي ديريكت في وجهه انه هذيا فما ان في الحكايه يا خويا انا تو ها فرصه انا تو في ماي اخر ماي 2022 يا خويا ما عادش تعطيه للجمعيه تقرر ما عادش تعطيه للجمعيه تقرر ما عادش تقرر ما عادش تقرر ما عادش تقرر انا حاجه واحده تو تهمني النيفو نتاع الكوره شوف نيفو الكوره واقل مشكل معناتها نتاع تشحنات ونتاع عنف وقرر به ما عادش تعطيهم يقرروا علاش يا امين مش من اول الموسم قبل لاكريموجين وجري وكر وفر ويعلم بها ربي وينتكمل من بعد الحكايه في المتلوي ونعرفوا اللي ونعرفوا معناتها نعرفوا ايش صار في متلوي انا صغري كل في متلوي معناتها عايش شغلي كله في متلوي بابا وامي معناتها اشتريت صوت قفصه شغلي كله في متلوي معناتها نعرف وعلاش يا امين شنو باش يصير في متلوي توا وتذكر قبل اش صار احداث في المتلوي وبرا توا حير المخبل في كبه علاش من قبل ما تبدا السيزون سبورتيف اليوم الفيديراسيون تقول راهو باش يصير في البراج تيل وتيل وتيل وفي البلاي اوف باش يصير تيل وتيل وتيل راهو مش ماتش برك علاش نخليه لاخر لحظه باش نقرروا علاش ما ناخذوش لي ديسيزيون افون معناتها الديماراج نتاع السيزون سبورتيف علاش؟ علاش نخليه لاخر لحظه باش نعرفوا شنو هو القرار اللي نسبنا. انا نقول لك الجامعه في الاخر جابت لهم الحل راه قالت لهم تفضلوا تحبوا تلعبوا في ديرا نوتر بالفار انا اللوم لومي الكبير على الجامعه ما نخليش الباب هذايا لا انا ما نخليش الاختيار شوف زاد امين الجامعه ما تعرفش السيناريوهات هذوما لا لا جامعه المريخ ما تعرف انا شفت في التمعيب على الجامعه حاجه واحده انا خيرتهم ما عادش خير ما عادش ايش قلت لك انا تو قلت لك انا في مناسبه انت اخوي هكا كهيكل رياضي تسير في المنظومه انت تعرف الاجدر والاصل انت تعرف تديريج فوالا معناتها كيفاش باش تصير السيم تو الريسبونسابيلتي نتاعك وكذا الجامعه تقول لك خويا انا